يا هلا والله بالجميع، كيفكم طيبين؟ ان شاء الله رجعت لكم بفيديو جديد. قبل فتره سويت رده فعل على اغنيه تايجر انا دوب وانسبيت، وكالعاده ما في شيء جديد اتوقع، حتى يعني هو انسب وكل الناس انسبت، في ناس مرضى واطفال او الى اخره، ولكن تفاجأت بردود كثيره انا جاي من طرف تايجر، نحن التايجرون تايجريون. لما جاء حبيبنا عزوز من الامارات قال لي روح شوف قناه تايجر، فرحت شفته فلقيت المقطع ده، فيلا نشوف ايش انقال عننا، ايش صار ايش ما صار، ونشوف مع بعض. طيب نقدم الفيديو شوية. هو يسوي ردود فعل على ردة فعله، يعني هو يسوي دحين ردة فعل على ردة فعلنا، وأنا قاعد أسوي ردة فعل على ردة فعل اللي نقدم لما نجي أنا. أقسم بالله في واحد اسمه هذا إحنا في شانل منزل ردة فعل عن أغنيتي، فخلنا نشوف. الله الله الله، كنت مواصل هنا. أكثر كلام يلا نبدأ. أوكي. هذه الغنية ردنا للأشخاص شكلها ازعجوه. فهمني، لا والله فهمني. دب دب دب، الناس ما تسيبها حد في حالها. اي والله انه صادق. انا دب، كل يقول عني دب، انا دب انا دب، وين المشكلة اني دب، اسمي دب انا دب، حط الدب. قالوا رجيم تدخل الجحيم، انا ما ينفع لي رجيم، انا حق العبد يقول مبسوط انك دب. انا مو مبسوط. لا يعني انا قصدي انه مبسوط انه الناس يقولون انك دب، يعني هذا الشيء يضر صحتك، بس انه يعني انا يوم اقول انا دب انا بكره الناس اللي قاعده تقول انا دب، اللي حاول تستفزني. بس فهمتوا؟ لا لا تفهم، انا فخري دب، بسيط وجميل ولذيذ كذا، لكن التصوير جميل والكلمات جيدة بغض النظر انه ما هو رابر هو اساسا، بس يعني من باب الوناسة والطقطقة. اها، سامعين اللي تسبوا سامعين، الرجال تقبل الموضوع بصدر رحب وما له داعي. هو فاهمني، يعني انا مستغرب انه في ناس ما فهمتني، هو هذا الشخص فاهمني، انه عارف انه هذا كله استهبال مزح طقطقة، افهمه. طيب اذا هو فهمني ما عليك ضبطك. طيب في واحد ثاني منزل ردة وعزوز طلع معانا برضه نفس المقطع. يلا بسم الله شوف. لا تنسى، شوف حتى وقع، لا تنساها ترى مهمة ذي. انا دب اشقي البرجر، انا دب اشقي الزندر، انا دب. حلو، ضحكنا ضحكنا. اوكي، في فايدة، في فايدة بديك له. لا والله بس في فايدة. بطي اني واحد دب. عزوز شكله كان مواصل زي انا دوب. حلو، قاعد والله قاعد. والشيء اللي يثبت اكثر انه الاغنيه حلوه اكثر من هشينة انه لايكاتها فوق، اعلى من الديسلايكات بكثير. اوكي، طيب خلنا بشوف اخر مقطع. اوكي، ردة فعل. أوكي دقيقة. طيب هذا اللي كان ردة فعلي على ردة فعله على ردة فعل. ففي واحد علق قال ما حطق له خبر، الرجال بنفسه طق لي خبر وجابني عنده، والمتابعين حقه جو عندي ما قصروا، مشاهدات زادت 100%، وشيء جميل، بتوفيق للجميع المبدعين، والله يهدي اللي يسبوا. طيب قبل ما انسى احط لكم رابط قناة عزوز في الوصف، اللي حبي يعني اللي حبي فيل ويضحك ويمزح ويكتشف ومعلومات، القناة منوعة. المهم احط لكم رابط الوصف تحت، ونشوفكم في فيديو ثاني ان شاء الله. والسلام عليكم.